مساكم كل الخير والسعادة ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحبايبنا. أسبوع طويل جهزنا لكم كل إن شاء الله ما يمتعكم ويهتم صحتكم، مجهزين لكم بكل تفاصيل برنامج من السعودية وما نبغى نضيع ولا دقيقة إلا ونكون معاكم. أول ما نبدأ فيه أبرز عناويننا ومواضيعنا لليوم. إتمام عملية فصل التوأم السيامي حسناء وحسينة. ومبدعون بصمت مبادرة اجتماعية نوعية. بسمات تجربة حديثة في المشاريع الخيرية. وننتقل معاكم لآخر أخبار ومستجدات موجز من السعودية. تحت رعاية سمو ولي العهد انطلاق أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض. وزير الطاقة يعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة. وزارة الطاقة طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين 5 يورو في أسواق المملكة. الهيئة العامة للنقل دخول تحديثات لائحة أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ. الصندوق العقاري يودع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر فبراير. إحسان أكثر من 5 مليارات ريال إجمالي حجم التبرعات التي تلقتها المنصة منذ إطلاقها. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مؤشر اللغة العربية. مركز نمو السياحة يقدم 5 برامج داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع السياحي. مؤسسة حديقة الملك سلمان أعلنت افتتاح أطول نفق في الشرق الأوسط. إطلاق أكاديمية البحر الأحمر الوطنية لتأهيل 10,000 سعودي وسعودية بحلول عام 2030. بعيون مختلفة وواقع جديد لهذا السوق في تقرير زميلنا مشعل الخامسي. معارض السيارات دائما يتبادر إلى ذهنك جملة شهيرة في هذه المعارض، كم سيم المبروك. هذه الجملة كانت عند المجتمع الرجالي بشكل كبير في معارض السيارات. اليوم في السنوات الأخيرة اقتحم السوق عنصر جديد، العنصر النسائي. صاروا ما يقتلون بس يبيعون يشترون، صار لهم مدخل وباب رزق جديد في عالم السيارات. الجوهرة الغفيلي لاحظنا وجودها بالمعارض واهتمامها بأدق تفاصيل السيارات. هذا الوقت اللي ما حيدخل عالم السيارات ما دخل حاجة، يعني بالعكس أنا أشوف سياراتي الآن من ضمن اهتمامات البنات مو بس العيال، صح ولا لا كلامي؟ وكمان ممكن أحكي لك بعد عن السيارات كتجارة، كشخصي، كالفئات اللي مثلا يحتاجونها البنات أكثر في هذا الوقت. بالنسبة أنا لي، أنا دخلت عالم السيارات وفتحت مؤسسة تأجير سيارات ودخلت في التأجير أكثر. البيع والشراء ما زال، بس بيني وبين معارفي فقط صراحة. لا
يعني أنا ترى دخلتها في يوم وليلة جالسة كذا، قلت يلا خلنا ندخل عالم السيارات، وبديت يعني مع أهلي كذا، يلا ملي يبغى سيارة يلا خلنا نساعد بعض، وفعلا كنت أجيب عن طريق أهلي بس ما عارفي، إلين ما بديت أفتح لي شيء خاص فيني، فبديت بسيارتين، ما بديت حتى بسيارات كثيرة، أنا ما كان عندي كوست عالي. في المستقبل ممكن أدخل راليات إن شاء الله، وأنا عندي رخصة لرالي على فكرة، وكنت ألعب رالي، فليش لا أني أنا أدخل رالي يعني، وأتمنى البنات حتى يساعدوني ويدخلون معاي، بالعكس أنا أحب هذا الشيء جدا. الخبرة اللي اكتسبتها أنا في السوق اللي هي عرفت فئات السيارات، الأنواع اللي جودتها كويسة واللي حديثة، الوارد ما الوارد، يعني الأشياء الدقيقة هذه. البنات يحبون الشيء الغريب كمان، ويحبون الشيء اللي يستخدم دائما ويومي وعملي وملفت بنفس الوقت، ويعني شيء كلاسي، يعني شيء واجه أقدر أنا أركبه سواء عزيمة، طلعات، مشيات، دوام. فأنا اقترحت هذه السيارة بحكم أنه لونها كمان بينك، يعجب البنات دائما. هذه كانت جولتنا بمعارض القادسية بالرياض بعد التمكين والشكل الجديد لها. مشعل الخامسي، القناة السعودية. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، وبنبدأ حلقتنا لليوم في واحدة من قصص النجاح الإنسانية، حيث أضحت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منارة أمل للتوأم السيامي بعد الإنجازات الطبية الغير مسبوقة التي حققتها المملكة في عمليات فصل التوأم المعقدة، فقد أجريت في المملكة وبنجاح تام ولله الحمد منذ عام 1990 حتى الآن أكثر من 58 عملية من هذا النوع، ولعل ما كان آخرها بالأمس عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسنة وحسينة، والتي مرت بعدة مراحل تكللت بحمد الله بنجاحها. وبهذا الخبر كل التهاني لوالدي التوأم والفريق الطبي الذي أشرف على الحالة. للحديث عن حالة التوأم السيامي النيجيري حسنة وحسينة بعد العملية والإطمئنان عليهما، سعدنا أن يكون معنا استشاري العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال الدكتورة هالة العالم. أهلا وسهلا فيك دكتورة، حياك الله. يا هلا وسهلا بكم. يا هلا بكم دكتورة. يعني إنجاز مو غريب، هذا الإنجاز الطبي في فصل التوأم ولله الحمد، وأثبتنا للعالم أجمع جهود المملكة الإنسانية في هذا المجال. كلمينا عن حالة التوأم السيامي النيجيري حسنة وحسينة اليوم وبعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرفني أن أبدأ بتقديم الشكر والامتنان لحكومتنا الرشيدة ممثلة في الملك سلمان وولي عهده الأمين، وموصولة إلى وزير الحرس الوطني والمدير التنفيذي لمدينة الملك عبد العزيز الطبية ونائبه، وكذلك دكتور عبد الله الربيعة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. بفضل الله يسعدنا أن نزف لكم أخبار التوأم النيجيري المبشرة بالخير. بعد عملية دامت 16 ساعة خرجتا على سريرين منفصلين والحمد لله، والآن بعد 14 ساعة من وصولهم بالعناية المركزة للأطفال، المؤشرات الحيوية في معدلاتها الطبيعية والابتسامة والفرحة تعم المكان حول الطفلتين. الحمد لله. دكتورة هالة، يعني كل حالة توأم سيامي كانت لهم حالة خاصة وظروفهم الطبية والصحية المختلفة. حالة التوأم النيجيري من التوائم المعقدة كانت أو العكس؟ ودنا نتعرف على مراحل العملية وعن حالتهم الطبية كانت. طبعا كل توأم سيامي له خصوصيته، الدرجة التعقيد تختلف من توأم لتوأم. توأم النيجيري الحالي اللي هو حسنة وحسينة كانوا ثلاثة توائم في بطن واحدة، معاهم حواء طفلة جميلة جدا وهي منفصلة عنهم طبعا، بس كانت في نفس البطن.
وهذه ما تحصل كثير. كنت شفنا شبهها ولكن كان في التوأم السوداني في عام 2000 اللي هو نجلة ونسيبة وفاطمة. فهذا واحد من الأشياء اللي هي تميز هذا التوأم النيجيري. يعني هم كانوا ثلاث توائم دكتورة هالة، اللهم الواحد منهم اللي هي حواء كانت منفصلة عنهم. نعم نعم صحيح. جميل. طيب تفضل يا دكتورة. لا تفضلي، ما هذا طيب دكتورة نتكلم عن هالنجاح في عمليات فصل التوائم. يعني احنا نشهد تطور كبير في هالمجال الصحي بالمملكة وعلى مستوى عالمي، خصوصا لما نتكلم عن الدعم حكومتنا الرشيدة تماشيا مع رؤية المملكة 2030. تعليقك. الحمد لله رب العالمين، يعني فضل الله عظيم علينا بحكومتنا الرشيدة، ونحن دائما نقدم الإغاثة والدعم لمن يحتاجه بالأخص في المجال الصحي. وأصبحت المملكة العربية السعودية معروفة عالميا باستقبالها للحالات الصعبة الطبية وبالأخص التوائم السيامية، وهذا يشعرنا بالفخر ويضع علينا مسؤولية كبيرة بأن نحافظ على هذا النجاح ونطوره ونعلم الأجيال الجديدة كيف يستمروا في هذا النجاح ويستمروا في القمة دائما. جميل. دكتورة هالة، كيف كانت حالة مشاعر الوالدين قبل العملية؟ يعني غالبا في فريق طبي يجهزهم نفسيا، كيف مشاعرهم بعد العملية لما تمت العملية بنجاح؟ دائما قبل العملية يكون المشاعر أكثر من خوف وترقب أكثر من فرح، وطبعا دائما في جزء منه في تفاؤل، ولكن أهل التوأم دائما يكونوا في حيرة، وطبعا أغلبهم بيجوا من خارج المملكة فبالتالي في غربة، ولكن بعد فترة قصيرة من الوصول لا يشعروا لا بالخوف ولا بالغربة، لأنه ما شاء الله حواليهم سواء الدكاترة سواء الأخصائيات الاجتماعيات سواء اللي هم الأخصائيين اللي نسميهم إحنا اللي هو المهتمين بعلاقات المرضى، فكلنا بنصبح عائلة واحدة في فترة بسيطة. فبالتدريج وكذلك بعد الوصول للقرار أن يمكن فصل الطفلتين يبدأ السكينة والإطمئنان تحل في قلب الوالدين أو من يكون معهم، يعني بعض المرات تكون الأم ومعها أحد ثاني وهكذا. فالحمد لله تدريجيا طبعا بعضهم يجلس في المملكة فترة في الفحوصات، قد يكون حصل لهم بعض الانتكاسات قبل العملية وتم التعامل معها بطريقة سريعة والحمد لله. ومن ثم في يجي موعد العملية، لما تيجي موعد العملية يعني أمس أنا كنت شفت الأهل التوأم جالسين يعني متحمسين إنهم يشوفوا العملية رغم أنها استمرت 16 ساعة. وطبعا دائما الأم تدعي للأطفال والفريق الطبي للمملكة العربية السعودية، ودائما متفائلة هي والأبو، طبعا احنا نعرف هذا الشيء عن طريق المترجم اللي معاهم وباينة طبعا لغة الجسد. فمجرد لحظة أن يكون الطفلتين في كل واحدة في سرير في حاله، هذه كمان فرحة لا توصف صراحة. يعني كلنا شاهدناها دكتورة هالة فعلا، يعني حتى الدعوة لما كانت تدعيها يعني واضح أعماق الفرحة والراحة النفسية اللي وصلت لها. وكمان يعني ما ننسى الطاقم الطبي اللي يعني يقف خلف هذه العمليات الكبيرة، كوادر طبية يعني في العمليات أتوقع يعني حتى وصل عددهم ل 35 مختص من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض. كلمينا عنهم، عن التطور اللي قاعدين يعيشونه خطوة بخطوة في عمليات يعني أخذنا ريادتها على مستوى عالمي. نعم، يعني الحمد لله أنه ربنا ألهمنا أن احنا نكون في هذه المهنة خدمة البشرية، والحمد لله أنه احنا في بلد نعطينا كل الإمكانيات ومسهلنا كل الصعوبات، والهدف واحد اللي هو خدمة الإنسان في أي مكان وبأي لون وأي ديانة. فالحمد لله خلال طبعا الكل عارف خلال السنين اللي فاتت هذه التكنولوجيا طورت، العلم كذلك تغير في مجال الطب، فيعني قد يكون لا يوجد مستحيل بفضل الله سبحانه وتعالى.
طبعا لابد يكون في أشياء بتوقفنا، ولكن دائما بالتسلح بالإيمان بالعلم بثقة حكومتنا الرشيدة، بثقة الفريق في مهاراته وثقته في أفراده، يمكننا الله سبحانه وتعالى بالتغلب على الصعاب. فهذه على هذه دائما مستمرة، يعني العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. كل التوفيق لكم دكتورة هالة، وفخورين فيكم، والله يبارك جهودكم دائما، يعني في قصص النجاح اللي قاعدين نعتز فيها، كان آخرها يعني حالة السيامي النيجيري. كل شكر لك الدكتورة هالة، العالم استشاري العناية المركزة للأطفال. فاصل وراجعين لكم. حياكم من جديد مشاهدينا، ولازم نستعرض معاكم واحدة مبادرات الرائعة والجميلة، حيث أطلقت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالمنطقة الشرقية التابعة لوزارة الموارد البشرية مبادرتها الوطنية في خدمة المجتمع، مبدعون بصمت وصنعتي بيدي، والتي تستهدف الصم وضعاف السمع. لمعرفة التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ سعيد الباحص، المتحدث الإعلامي باسم جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد، حياك الله. حياكم الله أختي نهى، وأسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين بكل خير وسعادة. ومساءك أستاذ سعيد. في البداية ودنا نتعرف على جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم، أهدافها، برامجها، متى كان تأسيسها؟ طبعا في البداية حقيقة أنا أشكركم على إتاحة الفرصة للتعريف عن واحدة من الجمعيات المجتمعية والوطنية التي تعمل في مجال المجتمع والتي تخدم فئة غالية وهي فئة الصم وضعاف السمع. هذه الجمعية بتوفيق الله عز وجل تم تأسيسها وافتتاحها في العام 1440 للهجرة، وتعمل حقيقة على دمج هؤلاء الفئة، فئة الصم وضعاف السمع وذويهم بالمجتمع، ودعم مناشطهم حقيقة التأهيلية والمهنية والعلمية والاجتماعية والنفسية أيضا. الجمعية حقيقة تحمل رؤية بأن تتميز حقيقة وأن يكون لديها الريادة في دعم وتقديم الخدمات التأهيلية والمهنية والعلمية المتميزة حقيقة لهؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون قدرات وإمكانيات عالية، وذلك للمساهمة حقيقة في تنمية المجتمع. لو نعود أيضا إلى التعريف بأهم أهداف هذه الجمعية، نجد أن أولى هذه الأهداف التي تعمل عليها الجمعية هو تعريف حقيقة المجتمع المحلي وتوعيته بخصائص هذه الفئة الغالية علينا، وكذلك أيضا نشر ثقافة التدريب على لغة الإشارة والتعريف بلغة الإشارة ونشرها داخل المجتمع المحلي، أيضا إيجاد قاعدة بيانات للصم وضعاف السمع وأسرهم في المنطقة الشرقية، والعمل أيضا على دعم وتشجيع البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالصم وضعاف السمع، وأيضا دعم الأنشطة حقيقة والمبادرات ذات العلاقة بهذه الفئة، سواء في جانب التأهيل والمهنة وكذلك الجوانب العلمية والاجتماعية والنفسية، وتمكين الصم وضعاف السمع حقيقة لمواصلة يعني مرحلة التنمية التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات، ولله الحمد والمنة. جميل أستاذ سعيد، ودنا كمان نتعرف على مبادرة مبدعون بالصمت اللي أطلقتها الجمعية، ودنا نتعرف على أهدافها، إيش ممكن الهوايات أو الحرف أو المسارات اللي هم حياخذوها في هذه المبادرة؟ طبعا هذه المبادرة حقيقة هي مبادرة وطنية في خدمة المجتمع، وهي تخص الأشخاص من فئة الصم. تم العمل حقيقة على تصميم برنامج بعنوان صنعتي بيدي، ولتدريب الصم على المهارات الحرفية والمهنية، إلى جانب حقيقة تأهيلهم في جوانب اجتماعية وتنموية وثقافية. أيضا من الجوانب المهمة حقيقة التي عملنا عليها والتي تؤسس حقيقة مفهوم يعني دمج هذه الفئة بالفئات الأخرى المجتمعية، عملنا على توقيع حقيقة عدد من الشراكات تضامنية وتكاملية مع عدد من جمعيات العمل الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، وذلك لتقديم هذا البرنامج وبناء هذا البرنامج للرفع من مستوى الفني والمهاري لهذه الفئة والفئات التي
أيضا نسعى إلى دمج هذه فئات الصم وضعاف السمع. نسعى حقيقة إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم حقيقة في جوانب متعددة. نرغب حقيقة والبغية والهدف والغاية أن نعطيهم مساحة حقيقة لتقديم مهاراتهم المهنية والفنية، لأنهم يمتلكون قدر عالي حقيقة من المهارات، وفقط تحتاج إلى تأهيلها وتنميتها وتقديمها في صورة مثل هذه المبادرة مبدعون بصمت وصنعتي بيدي، والوصول إلى مرحلة الاندماج حقيقة المجتمعي وجعلهم أفراد فاعلين منتجين داخل مجتمعهم. وأيضا تعتبر هذه المبادرة من مستهدفات رؤية الوطن الطموحة 2030. أستاذ سعيد، إبداعهم وفنهم صراحة إحنا ما نقدر نغفل عنه، عندنا نماذج مليئة وشفناها على مدى الأيام، شفنا نماذج جدا رائعة. هذا اللي خليني أسأل، نتكلم عن البرامج والفعاليات اللي موجودة في المبادرة، والسؤال المهم اللي ودنا نعرف إجابته، هل كان في لهم ورش عمل؟ هل كان في لهم تدريب معين بحيث يطلعون بهالاحترافية بإذن الله؟ نعم بإذن الله تعالى. طبعا لدينا يعني مجموعة من البرامج أو حزمة من البرامج، على سبيل المثال مثل برنامج أو مبادرة تدريبهم على الطبخ، بما سواء الطبخ المحلي والعالمي، وأيضا تم تجهيز حقيقة مطابخ و يعني توفير الجميع الأدوات والأجهزة في يعني تدريبهم على عمليات الطبخ وتجهيز الأطعمة، وأيضا تقديم المكونات الأساسية، وأيضا لدينا إن شاء الله تعالى وبدأنا التدريب على يعني وضع خط إنتاج لصناعة الحلوى والمخبوزات وغيرها من المأكولات حقيقة التي تم التدريب عليها بشكل يعني خلال الفترة القادمة، وأيضا الأيام القادمة إن شاء الله الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى سيتم العمل على تأهيلهم من خلال يعني مختصين ومن يملكون المهارة في إعداد الوجبات الغذائية. وأيضا في جانب آخر عملنا على مبادرة أخرى وهي التدريب على الخياطة، سواء لدينا فكرة الآن إن شاء الله تعالى سيتم العمل عليها، وهو فكرة إنتاج خط إنتاج لخياطة المرايل طالبات المدارس، أيضا المرايل المستخدمة والزي المستخدم في المستشفيات، حتى يتم يعني حقيقة تأهيل المستفيدات على التدريب على الخياطة، وكذلك من خلال توفير كافة الأدوات والأجهزة التي تعينهم على إنجاز هذا النوع من الخط الإنتاجي بمشيئة الله تعالى. طبعا المتدرب يخضع إلى 3 أشهر تقريبا كدورة تدريبية، بعد ذلك تتم عملية الإنتاج والتأهيل بشكل أوسع وأشمل من خلال يعني حقيقة توفير ورش وأماكن وقاعات مهيئة لممارسة التدريب بشكل فعلي وعملي. أيضا من البرامج الأخرى يعني هناك قسم خاص بالمقاولات، تم تجهيز ورش للتدريب على أنواع معينة منها الحدادة، وكذلك أيضا في جوانب النجارة وما شابه، فمن خلال يعني توفير المعدات والأدوات التي تساعد على تأهيلهم وتدريبهم بشكل احترافي ومهني. أيضا لدينا أيضا برنامج آخر في صيانة السيارات من خلال حقيقة التعاون مع عدد من الجهات في تأمين ورش للسيارات لصيانة السيارات حتى يتم تدريب المستفيدين عليها بشكل أو بآخر، وبالتالي يكون هناك احترافية ومهنية عالية. الحمد لله يعني الآن في مبادرة الطبخ تم تسجيل ما يقارب 70 مستفيدة، تم تدريبهم الآن وتأهيلهم، ويجري العمل على تأهيلهم حتى يمتلكون يعني إن شاء الله تعالى احترافية ومهنية عالية في إعداد مثل هذا النوع من البرامج. جميل جميل، كل الشكر لك الأستاذ سعيد الباحث المتحدث الإعلامي باسم جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم. من هذه المبادرة الجميلة والرائعة ننتقل وياكم لأجواء تنافسية وأجواء حماس بالنخبة من لاعبي الجولف في العالم، واللي انطلقت اليوم الجمعة بطولة ليف جولف بجدة على ملعب رويال جرينز بالمدينة الاقتصادية. مباشرة ننتقل لزميلنا وليد المالكي. يسعد مساك وليد، أجواء الحماس دائما تنقلها لنا من المدينة الاقتصادية عندك، عطينا آخر المستجدات. يسعد أيامك نهى، و
مساء بإذن الله مليء بالسعادة لمشاهدين قناة السعودية. نحن الآن فعلا في ملعب رويال جرينز، هذا الملعب الذي يصنف من أجمل ملاعب العالم، يستضيف هذه البطولة العالمية بمشاركة الصف الأول من نجوم هذه اللعبة. هذه المسابقة بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، جوائزها عالية جدا، المشاركات فيها لنجومهم من الصف الأول، أكثر من 52 لاعب يشارك في هذه البطولة، يتوزعون ويتقسمون على 13 فريق ستتنافس في هذه الأيام الثلاثة لتحديد وتتويج فائز ببطولة جدة، وهي واحدة من البطولات أو سلسلة بطولات ليف غولف. كثير من الجهات تعمل لتسير هذه البطولة على وضعها الجميل الذي يستمتع به اللاعبون والحضور، مناطق مخصصة لحضور الجماهير منها القرية الجماهيرية ونشاطات مختلفة لاستقطاب الزوار مع الاستمتاع بمتابعة هذه البطولة. العديد من الجهات تعمل لتستمر هذه البطولة واحدة من أجمل البطولات ذات المعايير المرتفعة في الضيافة السعودية وفي خدمة جميع من يصل ويزور هذه المملكة. من هذه الجهات عدة جهات تطوعية، المشرف عليهم هو الأستاذ حسان السلمي المشرف على المتطوعين في بطولة الجولف. أولا نرحب فيك أستاذ حسان، ونبغاك تعطينا فكرة عن المتطوعين، عن أعداد المتطوعين، عن الجهات اللي المتطوعين وصلوا منها. الله يعطيك العافية أولا على حسن الاستضافة، ونشكر لكم صراحة التغطية وإبراز الجهود المبذولة في هذه البطولة. نحن مجموعة متطوعين من عدة جهات كجامعة الملك عبد العزيز، وأيضا أكاديمية الطاقة والمياه، وأيضا جامعة كاوست. فهذه الجهات كلها تعمل وتسعى لتوفير عدد من المنظمين لتنظيم هذه البطولة. فما شاء الله تبارك الله، زي هذه مثل هذه البطولة تجاوز عدد الراغبين في الانضمام للبطولة أكثر من 431 شخص. قبلنا 300 شخص لتنظيم هذه البطولة، وهذا العدد هو ضعف العدد السابق اللي هو كان 160 منظم للبطولة السابق لليف غولف. فكما نرى أنه العدد زاد، هذا يدل على حماس المنظمين والمتطوعين أنه يرغبون في المشاركة في تنظيم مثل هذه الأحداث الرائعة. والله يعطيك العافية حسنا. ما شاء الله تبارك الله، أعداد المتطوعين على ما أسمع أنه في زيادة مستمرة. متى بدأتوا هنا؟ كم كانت الأعداد الأولية؟ إلى كم وصلتوا الآن؟ في الحقيقة أول عدد بتنصدم منه إذا قلت لك أنه كان أول عدد للمتطوعين 40 شخص فقط لتنظيم هذه البطولة كاملة. عندنا 18 حفرة في ملعب يتجاوز مساحته أكثر من 3 كيلو، 40 ما يكفون. فحاليا بعد أكثر من 6 مشاركات لنا في هذه التنظيم تجاوز العدد 300 شخص من 2018، ونحن ما شاء الله نشارك في هذه البطولات. فالشباب كل ما لهم في ازدياد، والبطولات القادمة أيضا في ازدياد بإذن الله. جميل جدا. طبعا المشاركين أو المتطوعين عندكم هم شباب وبنات، ما شاء الله تبارك الله أعدادهم جيدة جدا. نبغى بس الناس تعرف إيش هي مهامهم هنا، أعمال التنظيم في إيش تكون في وجودهم هنا، وخصوصا أنه منها جهة تحرص على سلامة الموجودين في الملعب عموما. أي نعم، بالنسبة للأعمال المتطوعين لدينا العديد من المهام للمتطوعين. كما نرى 18 حفرة تختلف مهمة من مهمة لمهمة. لو أذكر أبرز المهمات اللي يعملون فيها المتطوعين اللي هو إرشاد الزوار في الملعب نظرا لكبر حجمه، وأيضا أثناء لعب اللاعب في رمي الكرة يحرص المنظمين بإيقاف جميع سيارات الجولف والزوار بحيث أنه لا تصيب الكرة الذي يضربها اللاعب أي أحد من الزوار. وأيضا كما نرى إيقاف وإدارة حشود في زيادة إذا كان العدد زائد. العافية أستاذ حسان، شكرا لك. العفو، حياكم الله. يعطيك العافية. الجهة التطوعية هي إحدى الجهات التي تعمل لتستمر
هذه البطولة بصورتها الجميلة التي يستمتع بها الجميع، سواء من اللاعبين أو الجهات الإعلامية المختلفة أو زوار هذه المنطقة من الجمهور الذي أعد له أماكن ومناطق مختلفة ومتعددة وفعاليات عدة ليستمتع بنهاية هذا الأسبوع في هذه المنطقة الجميلة. نهى، هذا ما لدي، لا نعود بالصوت الصورة إليك. كل شكر لك زميلنا وليد المالكي أكيد، ولضيفك الكريم. إحنا مستمرين معاكم لكن عندنا فقرتنا الأسبوعية صحة حياتي بعد الفاصل. أهلا فيكم من جديد في فقرة صحة حياتي. قرب شهر رمضان الكريم، الله يبلغنا يا رب وكل حبايبنا. الحين أنواع الوعود اللي نقطعها على أنفسنا، لا من ناحية نوع الأكل اللي بناكله، لا من ناحية الكنترول اللي إحنا ممكن نسويه، من ناحية النشاط الرياضي، من ناحية السلوك، من ناحية الجدول اللي حيختلف تماما من كل ناحية، حتى النوم عندنا يتأثر. يعني كل واحد فعلا يهتم أنه يكون على وضع أفضل وضع من الناحية الصحية والترتيب والجدولة، خصوصا موضوع الأكل والنشاط الرياضي والنوم، لأنها مترابطة ببعض وكلها مؤثرة على بعض، في الأخير نتاجها يعكس علينا. حنتعرف على معلومات أكثر أكيد مع ضيفنا الأسبوعي البروفيسور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. دكتور، كل سنة إحنا على نفس الوعد وعلى نفس الوقفة، إن إحنا قد ما نقدر نرتب نظامنا في صحيح. شهر رمضان مبارك يا رب. نتكلم عن الأكل، نتكلم عن النشاط، نتكلم عن النوم، نتكلم عن التغيير المفاجئ اللي ممكن يصير. وش المفروض الطريقة الأمثل اللي تكون في رمضان؟ خلينا نشوف ما هو سلوك الحياة الصحي في رمضان، وأعتقد هذه الجملة هي الأفضل، السلوك الصحي في رمضان. وسوف أعود إلى ماذا تقول منظمة الصحة العالمية أو حتى كليفلاند كلينيك، وهي من أفضل يمكن مستشفيات العالم في التنظيم الصحي بالنسبة للنوم والأكل والنشاط البدني. الناس اللي يعتقدون أنهم سوف يخفضون أوزانهم في شهر، يبغى لنا نصلح المعلومة شوي. أيوة. دراسات العلمية تقول شهر يستطيع الشهر الواحد أن ينقص فيها الإنسان 170 جرام، ترى مو بالكيلو، تخيلي معي 170 جرام دهون. أنا ما أتكلم على الوزن، أتكلم هل نريد أن نخسر الوزن أم نخسر الدهون؟ نخسر الدهون. إذن كم جرام دهون سوف نخسر خلال شهر؟ علميا تم قياسه 170 جرام، يعني أقل من ربع كيلو دهون. إذن يجب أن نفكر فيها. إذا الناس اللي تنخفض أوزانهم ممكن تنخفض كيلوين ثلاثة، لكن في أسباب كثيرة، واحدة منها عدم التوازن المائي أو يسمى negative water balance، اللي هو بمعنى أن ما نشرب سوائل كافية، وقلة السوائل في الجسم سوف تخفض من وزن الجسم. يعني ما يعتبر خفض للوزن أصلا؟ ليس خفض للوزن، ليس خفض للوزن. لذلك يجب أن نعتمد على شيء يسمى سلوك الحياة الصحي. رمضان هي البداية، يجينا رمضان بعدين شوال واللي بعده الأشهر، لكن رمضان هي البداية. هل سوف ينخفض أوزاننا لاحقا؟ نعم، لأن شهر وشهرين وثلاثة وأربعة يختلف عن فقط 30 يوم. لا يكون 30 يوم هو الوحيد اللي أنا ما اختلفت، إذن أنا لن أعيد حساباتي، أنا لن أتغير. إذا رمضان يعني أنا أعتقد أنه شهر فضيل وشهر نبدأ فيه بإعادة إيش؟ إعادة ضبط المصنع على قولهم، يعني نعيد حياتنا، ترتيب حياتنا. يعني ممكن يكون هو الانطلاقة أنك تغير. خليها هي الانطلاقة، نعم هي الانطلاقة. في تغيرات سوف تحدث لكن لاحقا. يعني كل الأشياء اللي احنا نسويها الأشهر الماضية 11 شهر من فرضا خلينا نقول التخريب وعدم الالتزام بالنوم بالتغذية والنشاط، شهر واحد لن يصلح ما أفسد خلال 11 شهر بكل بساطة. طيب دكتور، خلينا ندخل في موضوع الجهد ونشاط الجسدي والأمور هذه، الترتيبات. احنا في كل سنة ناخذها بطريقتنا، بسردنا، بآخر الأبحاث وش قالت فيها، ولا زال ترى الحين يعني إذا قرب رمضان بإذن الله تلاقي قبل أسبوع لازم تبدأ فيها المعلومات يتدورون، كل مرة واحد معلومة ومعلومات متضادة قبل الإفطار بعد الإفطار على معدة خاوية. يعني
يكون الإنسان يمارس نشاط بدني رائع جدا، أن الإنسان يحتاج إلى جرعة واحدة من النشاط من 30 إلى 60 دقيقة. شوف وين أنت تستطيع أن تمارس فيها هذه الجرعة. إذا الإنسان إذا كان إنسان عادي لا يعني خالي من أي الأمراض، لا يعاني من أي أمراض، ما عنده أي مشاكل، ما عنده إشكالية أن يمارس النشاط البدني قبل الإفطار، ما فيها إشكالية يعني العصر تقريبا، خاصة أن الأجواء الآن رائعة جدا بالفعل. يعني ما في خطورة من فرضا الجفاف أو قلة السوائل، يعني رائع جدا. لكن الناس اللي عندهم مشاكل في ضغط الدم أو داء السكري، فيفترض أن كل الناس المصابة بالأمراض المزمنة أن تستشير أطبائها قبل دخول رمضان عشان يصير في توعية وضبط لعمليات أخذ الدواء وممارسة النشاط البدني وأيضا الطعام. النشاط البدني نمارسه بقاعدة واحدة، تقول كل ثم ارتاح ارتاح بعدين مارس النشاط البدني. قاعدة: نأكل فنرتاح بعدين نمارس النشاط البدني. ثلاثة أشياء، الراحة هذه نجعلها من ساعتين إلى ثلاثة لكي يتم هضم هذا الطعام والمعدة تكون يعني غير مشغولة بهذا الطعام ونمارس النشاط البدني. في رمضان في اعتقادي إذا أكلنا المغرب وارتحنا ساعتين ثلاثة إنه بعد التراويح هو أفضل وقت لممارسة النشاط البدني. هل ممارسة النشاط البدني لكي تنخفض أوزاننا؟ لا، النشاط البدني الجرعة هذه الفرض كأنه صلاة، قلناها قبل كذا، يجب أن نمارس غصب صحة يجب. نعم، 70 فائدة صحية نكتسبها من جرعة واحدة لممارسة 30 و60 دقيقة هذه اللي بعد صلاة التراويح. أيضا الدراسات تقول يجب أن نكون نشيطين طوال الوقت، ما ينفع أن ننام فرضا رمضان كاملا. كيف؟ عدم الحركة والنوم طوال النهار هذا يخفض من الأيض القاعدي أيضا اللي هي حرق السعرات. في بعضهم يقول لماذا هذا حرقه عالي وهذا حرقه منخفض؟ واحدة من الأشياء التي تخفض الحرق هو النوم، يعني دائما مستلقين أو نائمين هذا معناته الأيض والحرق والسعرات الحرارية اللي نحرقها قليلة ومنخفضة جدا جدا، لأن جسم الإنسان بطبيعته أقل سعرات حرارية يحرقها هي خلال النوم، وأقل سعرات حرارية بعد النوم هي أثناء الاستلقاء. فنبتعد عن كثرة النوم نهارا والاستلقاء نهارا. طيب متى ننام؟ إذا هذا السؤال، متى ننام إذا ما نستطيع أن ننام في النهار؟ أفضل الدراسات العلمية تقول، وهذه مهمة، أن نخلط بين النهار والليل. لا يمر الليل ونحن لا ننام منه ساعتين ثلاثة أو أربع ساعات. أفضل توقيت دكتور دام أننا إحنا في رمضان أصلا سهرانين؟ أفضل شيء الآن أن الساعة 12 تقريبا نام. حاول أن نأخذ 11 الساعة 11 أو 12، نأخذ أربع ساعات، خذ لي من الليل أربع ساعات وأكمل الثمانية ساعات الأربع ساعات المتبقية في النهار ويصير كم؟ ثمانية ساعات للناس إيش البالغة، هذه ثمانية ساعات. هذا أقل شيء، إن نأخذ أربعة ليلا وأربعة نكملها أربعة نهارا، كذا استكملنا الثمانية ساعات. وهذا رائع جدا على أساس أن السهر طوال الليل والنوم نهارا أثاره السلبية غير جيدة، وهذا مثبت علميا، الآثار السلبية للسهر ليلا على صحة الإنسان تكلمنا عنها كثير، تكلمنا كثير كثير. كل الأمراض يعني مرتبطة بالسهر وقلة النوم، ونوم النهار مو مثل نوم الليل، مختلف تماما. طيب دكتور خلينا نرجع شوي للنشاط. في ناس تفضل النشاط اللي هو قبل صلاة الفجر، يقول لك اطلع اروق يكون الجو حلو. هل من التواقيت الصحيحة انه يمارس النشاط قبل الفجر، خصوصا انه بيدخل ترى لحالة صيام؟ هل يرتبط بالعطش؟ طيب اين النوم؟ خلينا لو افترضنا طيب نام وأتبقى ساعتين عن صلاة الفجر، ما في إشكالية أنه يأخذ ساعة، يستطيع أن يعوض السوائل بعد التوقف من ممارسة النشاط البدني، ما في إشكالية. الأصعب أنه بعد الفجر، أنه خلال النهار أنه يمارس النشاط البدني هذا غير جيد، لأن ما في وقت لتعويض هذا السوائل. إذا تبغى تعوض السوائل خليه في آخر يعني العصر
قبل العصر 30 دقيقة أو ساعة على أساس خلاص يأذن المغرب تستطيع أن تعوض السوائل اللي أنت تحتاجها. لكن إذا إنسان عادي ترى ما في إشكالية أبدا، ما في إشكالية. دكتور الحين صححنا النوم وصححنا النشاط ووقتناهم، خلينا كذا ناخذ تغذية. باقي هي التغذية أربط إنها الصيام المتقطع. هذا الصيام هي حمية الصيام المتقطع، هو صيام غير ديني. بمعنى أنه يصوم 16 ساعة ثم يأكل خلال 8 ساعات. ال 16 ساعة هذه يشرب فيها السوائل، ما في إشكالية، الماء والقهوة والشاي اللي بدون سكر بدون حليب. لكن الآن رمضان، أفضل تطبيق لحمية الصيام الغير ديني في الصوم الديني. الآن نبغى 16 ساعة نصومها وثمانية ساعات هي الوقت اللي نأكل فيها. هذا يعني إن يجب أن نتوقف عند الأكل عند الساعة 12 ليلا. من 11 إلى 12 يجب خلاص أن تتوقف، لن تأكل إلا الساعة 5 عصرا من الغد. مشكلة الصلاة بساعة دكتور، هذا للأسف توقيت السحور. أنت تسحر على الساعة 11 أو الساعة 12 آخر وجبة، يجب أن تكون آخر وجبة توقف، هذا سحورك. ما تأكل إلا المغرب، كذا أنت عندك 16 ساعة تقريبا. وبعدين خلاص من المغرب اللي هو الساعة 6 أو 6 ونصف إلى الساعة 12 في الليل، هذه الثمانية ساعات المتبقية اللي نأكل ونشرب فيها. ما هي صعبة، وهذه مطبقة قبل رمضان، والآن بالإمكان أن نطبقها في رمضان ونحن صائمين، ترى رائع جدا. تدري دكتور من تجربتي فيها عقب حلقتنا اللي هي الصيام المتقطع، عقب ما طبقته فعلا حتى الشهية اختلفت، الإقبال على الطعام اختلف. تعرف اللي كأنك كممت طبيعي، كأنك رائع جدا. يمكن نعاني أول الأيام، لكن بعدين حتى الجسم يقوم يتغير فسيولوجيا وهرمونيا فيتقبل هذه عملية الجوع لمدة 16 ساعة. حتى الأكل يصير له طعم مميز. منظمة الصحة العالمية تقول أيضا يجب أن تأكل ببطء. إذا جاء الإفطار يجب أن نبدأ محددين بثلاثة تمرات وماء، هذه منظمة الصحة العالمية، بثلاثة تمرات وماء، ونأكل ببطء، نبدأ بالشربة، نبدأ بالسوائل، نبدأ بالفواكه الممتلئة بالماء. أيضا يقول فكر بنفسك ولا تفكر بالكنافة. هذه منظمة الصحة العالمية تقول كنافة بالإنجليزي، يقول فكر بنفسك، لأن الكنافة من الحلى الرمضاني هذا غير صحي. تدري مشكلتنا دكتور كل شيء نقعد نتخيله، عشان كذا عرفوا أننا نفكر في الكنافة. طيب لن معظم الوطن العربي مسلمين، والكنافة يعتبر حلى مشهور في السفرة الرمضانية. طبعا الكنافة والقيمات وما إلى يعني الحلى الآخر، هذا يجب أن عني أنا يجب أن لا يكون هو سيد السفرة. هم يقول سيد السفرة، أنا أقول هذا على قولنا ذواقة دكتور، يعني سيد يعني السفرة بسيط. الحلى هذا ليس سيد السفرة. طيب ما البديل؟ كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الأشياء الطبيعية بديلة، كل الفواكه الأجمل والأفضل مليئة بالألياف ومليئة بالمعادن والفيتامينات ومليئة بكل شيء صحي اللي نحتاجه، ونقول لا نبي كنافة. طيب كنافة ترى على فكرة يعني حتى لو أعطيتك كنافة أشهر عديدة، ما الفائدة؟ سوف تشتكي لي من الأمراض، تشتكي لي من المشاكل في الهرمونات، مشاكل في الدم، مشاكل في كوليسترول، مشاكل كثيرة. طيب إلى متى؟ إذن البديل عندي الفواكه يجب أن تكون يعني الإفطار فواكه، سلطة خضراء هذه أساسية، كل الخضار أساسية، يجب أن تكون منوعة، الأخضر والأحمر والبرتقالي والأصفر. أنا أبغى أشوف صحن سلطة منوع صحن الإفطار، غير التمر وغير الماء، هذه السلطة أساسية. وأعطيني أيضا سلطة فواكه منوعة، هذا أفضل إفطار ممكن يمر عليه. غيرنا مشبعة تساعد يا دكتور ترى على الشبع. رائعة جدا، لن تفكر في أي أكلة أخرى في السحور.
يجب أن يكون فيه بروتين. البروتين مهم، الدجاج، السمك، اللحم، ما في إشكالية أن يكون مع الرز والمكرونة أو حتى خبز بر، ما في أي إشكالية. الإفطار الجيد والسحور الجيد هذا يعطينا طاقة خلال النهار. نهار رمضان ترى 16 ساعة. الناس اللي يقول أنا ما في طاقة، لأن مشكلة ترى حتى لو إفطارك كان سيء، كل ما تشاء من الأشياء الغير صحية فطور وسحور، لكن سوف تجدها ترى في النهار. يعني كل الحلويات والسكريات والأشياء الغير جيدة تعطيك طاقة لا تستمر إلا 30 دقيقة إلى 60 دقيقة، بعدين تجوع. لكن الأكل الصحي يجعل ترى عملية الشبع تستمر لفترات طويلة وتعطي الطاقة اللي إحنا نحتاجها في النهار. كل شكر لك البروفيسور محمد الأحمد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، شكرا جزيلا. كل أسبوع تنورنا بهالمعلومات المهمة خصوصا مع قرب شهر رمضان الكريم. والعفو. طبعا بننتقل وياكم لزميلنا سعد سناني بمشاركة 30 مشروع واعد أطلقت جمعية المدينة المنورة لتنمية المجتمع بازار فوانيس للتدريب والتعريف بالفرص المتاحة ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة إلى هناك. لزميلنا سعد ياسر مساك، يا سعد تفضل الصوت والصورة لك. مساء النور نهى وكافة مشاهدي القناة السعودية. طبعا بازار فوانيس، هذا البازار حقيقة الذي يقدم دعم للشباب وأيضا للمشاريع الناشئة من خلال جمعية المدينة المنورة لتنمية المجتمع. هذا البازار حقيقة يبرز الجانب التدريبي والجانب أيضا الدعم للشباب من كافة الأعمال المهنية التي تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، يعني خلال عام كامل تم تدريبهم من خلال هذه الجمعية التي تقدم الدعم والتدريب للشباب السعودي في المدينة المنورة. نتحدث عن هذا البازار أكثر، يسعدنا أن تنضم معنا الأستاذة عليا بن سعد وهي أخصائية البرامج في جمعية التنمية أو جمعية المدينة المنورة لتنمية المجتمع. أستاذة عليا، في البداية لو تحدثينا عن لكم 5 سنوات طبعا في دعم هذه المشاريع، حدثينا عن هذا البازار اليوم، يعني نتحدث من هذا البازار من هذه المشاريع الذي يعني نراها أمامنا، حدثينا عن دوافعكم لهذا البازار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا سعيدين بتواجدكم، شاكرين حرصكم واهتمامكم لإبراز دور الجمعيات في التنمية المجتمعية. جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع تحرص لتقديم الدعم والرعاية لمشاريع الشباب واحتضان هذه المشاريع لضمان استمراريتها وتجاوز أي تعثرات ممكن أن تقف أمام هذه المشاريع عن طريق تقديم الاستشارات الفنية المالية التسويقية، كذلك تقديم البرامج التطويرية التي تسهم في احتضان هذه المشاريع. كذلك تسعى الجمعية لتقديم أو تنفيذ المعارض والبازارات، كذلك توفير منافذ البيع. وبفضل الله تم تنفيذ بازار فوانيس للسنة الثانية على التوالي في منتزه أرض المغامرات في منطقة المدينة المنورة. أستاذ عليا، يعني نشاهد حقيقة هذا البازار ونشاهد هذه المشاريع الجميلة في هذا البازار، حدثينا عن الهدف من إقامة هذا البازار يعني خلال هذه الفترة بعد مرور عام على هذه المشاريع. الهدف الرئيسي الذي تسعى الجمعية لتقديمه من خلال تنفيذ هذه البازارات إتاحة الفرصة للمشاريع المشاركة. وبفضل الله في هذا البازار شارك ما يقارب 40 مشروع من مشاريع الأسرة المنتجة التي تم تمويل ما يقارب 12 مشروع من هذه المشاريع، بهدف إتاحة فرصة لهذه المشاريع للتفاعل المباشر مع العملاء مع زوار البازار، كذلك البيع، زيادة مبيعاتهم، التسويق للمشاريعهم، التعريف بالمنتجات التي يقدمونها. ومن هذا المنبر أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمنتزه أرض المغامرات الذي ينفذ بازار فوانيس 2 على أرضه للمرة الثانية على التوالي لدورهم الفاعل في تقديم التسهيلات لتنفيذ البازار بكافة تفاصيله، حيث أن البازار يضم ورش حرفية، يضم مسرح للأطفال، دورهم جدا رائع في التنمية المجتمعية، جزاهم الله كل خير. أستاذة عليا بن سعد، وأنت أخصائية البرامج والمشاريع في جمعية المدينة المنورة لتنمية المجتمع، شكرا لك. العفو، شكرا لتواجدكم، جزاكم الله كل خير.
إذا نهى هذه البرامج والمشاريع حقيقة لو تقدم من خلال جمعية المدينة المنورة لتنمية المجتمع من خلال هذا البازار ببازار فوانيس، طبعا هو بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك للاطلاع على المشاريع ولدعم أيضا الفتيات والشباب من خلال هذا البازار لتقديم لهم الخدمة وأيضا لمساعدتهم لتجاوز المشاريع وأيضا تجاوز المشاريع التسويقية التي يعني سوف تكون خلال الفترة القادمة خلال شهر رمضان وأيضا خلال أيام العيد القادم. هذا كل ما لدي، أعود إليكم. شكرا جزيلا لك زميلنا سعد سناني أكيد، والأستاذة عليا بن سعد. طبعا نستمر معكم لكن عندنا فاصيل وراجعين لكم. يا هلا وسهلا فيكم من جديد. بقدر ما عندنا مبادرات مجتمعية وخيرية وإنسانية كثيرة، إلى أنه صار عندنا في ابتكار في نوع هذه المبادرات الخيرية بشكل نوعي وفريد. وعندنا الدكتور صخر القحطاني اللي استطاع أن يكسر قاعدة المألوف في أن يستفيد من تخصصه الطبي في مجالات وعطاءات مختلفة لدعم قطاع طب الأسنان الشرعي. نتعرف على أبرز وآخر المشاريع الخيرية لدعم المتخصصين مع الدكتور صخر القحطاني. أهلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله. الله يحييك يا رب. يا هلا وسهلا، حياك الله دكتور صخر. يعني احنا اول شيء في البدايه دائما نتعرف على طب الاسنان كطب اسنان عيادات بشكل عام. احنا اليوم عندنا مجال طب الشرعي للاسنان، فودنا نعرف وش الفرق ومفهوم كل واحد فيهم. طب الاسنان الشرعي يتقسم الى ثلاث اجزاء. اول واحد والاهم هو الاستعراف على الجثث المجهوله مثلا. ثاني جزء هو تحديد الأعمار للأحياء والأموات، وثالث جزء هو تحديد مثلا آثار العضات أو المشاكل اللي ممكن تصير خلال يعني العنف الأسري أو القتل أو الاغتصاب. في الانتربول، أنا عضو في ورشة عمل الانتربول للطب الأسنان الشرعي. هم فيها جزء للاستعراف على جثث الضحايا في الكوارث، وحبيت انوه ان وانا السعودي الوحيد اللي موجود، حبيت اني اعرف كذا اني معلومه على الجنب ان اول واحد في التاريخ يعني تكلم عن الاستعراف واهميته هو الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، وكون فريق كلهم نساء، كان من ضمنهم السيدة عائشة. كانوا يستعرفون على الجثث بعد نهاية المعركة، لازم يروحون يجيبونهم ويستعرفون عليهم، وهو أول واحد من حط قواعد للاستعراف. يعني قال لازم كل جثة نستعرف عليها، كل جثة ترجع لأهلها حتى للأعداء، وقال ان الجثه لا تباع ولا يعني تفدى، لازم ترجع لاهلها، ولازم يندفن بكرامه في قبر مستقل. يعني جميل. القبور الجماعيه فقط في الحالات الخاصه. جميل دكتور، خلينا نتعرف اكثر عن مشروع تبهرنا. في مشروع خاص بجمعية بسمات، لكم آلية مختلفة استثنائية في هذا المشروع أو هذه المبادرة، ودنا نتكلم عنها وكيف ممكن الاستفادة منها. جمعية بسمات هي أول جمعية أهلية مختصة في التوعية والتثقيف وعلاج الأسنان لأفراد الأسر الأشد حاجة في منطقة الرياض. تم صدور ترخيص الجمعية عام 2023 من المركز الوطني. بدأت في إجراءات علاج المستفيدين من خلال الجمعيات الشريكة بحمد الله. تمكنت الجمعية في سنتها الأولى من علاج 50 مستفيد من ذوي الإعاقة والأرامل وأسر السجناء، وتم بحمد الله توقيع اتفاقيات شراكة مع عدة جهات المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية. وقريبا سيتم عمل حفل تدشين الهوية البصرية للجمعية وموقع جمع التبرعات الإلكتروني وتوقيع اتفاقيات شراكات استراتيجية مع جهات ضخمة داعمة بإذن الله على بداية رمضان.
كل الشكر لك ضيفنا رئيس وحدة طب الأسنان الشرعي بجامعة الملك سعود الدكتور صخر القحطاني. طبعا ننتقل معاكم لزميلتنا وجدال عبد الكريم ونتكلم عن أهمية بالغة لتعزيز المواهب المحلية وتشجيعهم واللي بربط منتجاتهم بفعالية ترفيهية عائلية تعزز التواصل الاجتماعي وخلق مساحة محلية. مراسلتنا وزميلتنا وجدال عبد الكريم موجودة في الموقع تنقل لنا أجواء الفعالية. يسعد مساكي وجدال، تفضلي. مساء النور نهى، مساء الخير مشاهدينا. صحيح أهمية بالغة للاهتمام بالمنتجات المحلية. أقف حاليا في الحديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران، بالقرب من مجمع الظهران، في فعالية جذور للمنتجات المحلية، ومعنا أحد الضيوف الأستاذة قصون البلوشي راح تتحدث لنا أكثر عن هذه الفعالية. حياك الله على القناة السعودية. هلا والله. هلا والله. تحدثي لي عن أهمية فعالية جذور. فعالية جذور فعالية جدا مهمة، لأن احنا فيها نركز على المنتج المحلي، وهذا شيء أساسي بالنسبة لنا. جميع المنتجات وجميع المشاركين ويانا شغلهم محلي 100%، وهذا الشيء الأساسي اللي احنا نركز فيه، غير الفعاليات وورش العمل اللي تكون بعيدة عن الشاشات وبعيدة عن أي شيء يعني الأطفال عادة ينشغلون فيه، ونركز دائما على الشغل باليد. إيش نوع المنتجات اللي تستقطبونها في السوق المحلي جذور؟ نستقطب المزارعين سواء بالمنتجات المحاصيل الزراعية وبالمشاتل، برضو نستقطب المنتجات المحلية من الأطعمة، المنسوجات، العبايات، برضو القرطاسية والأعمال الإبداعية الأخرى، وبرضو نستقطب المقاهي والمطاعم المحلية. يعطيك العافية غصون، حياك الله ريم. معنا ريم صقير بعرضه أحد الشركاء المؤسسين لجذور. حديني لو حد من مشاهدينا ود يشارك في السنوات القادمة في فعالية جذور، إيش اشتراطاتكم؟ احنا في سوق جذور نركز على المبدعين المحليين. في كثير شباب وعوائل سعودية يشتغلون على منتج سعودي عالي الجودة، فنحاول ان احنا نظهر هذول المبدعين للمجتمع السعودي. طبعا في سوق جذور عندنا فعاليات للأطفال، بحيث ان الطفل يستمتع وبنفس الوقت الأهل يتسوقون من منتجات المحلية عالية الجودة. يعطيك العافية ريم، حياكم الله. مشاهدينا مثل ما شفتوا هذه الفعالية مستمرة، كانت مدة 10 أيام اللي هي الإجازة المدرسية، وبكرة آخر يوم للإجازة، وبرضو آخر يوم لجذور بيكون من الساعة 3 للساعة 11 مساء. صراحة فعالية منتقاة بعيدة عن الشاشات مثل ما قالوا، فيها فعاليات كثيرة للأطفال، فيها عروض حية، عزف حي، ورش عمل. أنصح الكل في المنطقة الشرقية يحضر هذه الفعالية. عودة لكم زملائي في الاستوديو. وجدان، خليني أسألك، أنا المنظر اللي قاعدة أشوفه منظر فيه حياة، جميل جميل جدا. وش الفعاليات اللي درتي عليها وشفتيها استمتعتي فيها، خصوصا مثل ما أنت قلتي يعني فعالية بعيدة عن الشاشات؟ أيوة، الجميل في هذه البوثات، بوثات فيها مزروعات، فيها أغذية، فيها مخبوزات حية، المساء في عزف عود، في أكثر من آلة موجود فيها عزف، في بوثات في الخلف للأطفال، لكن مثل ما تعرفين الحين الساعة 3:30 الفعالية توها بادية. يلا استمتعي يا وجدان، وشكرا لك على هالنقل الجميل اللي ختمنا فيه حلقتنا لليوم في برنامج من السعودية. شكرا لكم مشاهدينا، نقول لكم لا تنسوا موعدنا بإذن الله اللي ما يكمل إلا بمتابعتكم، وأشكر مصممة عباتي الزين لاين. شوفكم بكرة، فمان الله.